السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم وصفات أم يوسف مع وصفة الباذنجان في الفران. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وما تنساوش لايك إلى عجبكم الفيديو. خليكم مع هذه المقادير على بركة الله. 4 ديال حبات الباذنجان، شوية الشاونية، شوية الكمون، رأس معلقة السودانية، الملح حسب الذوق، رأس معلقة الإبزار، معلقة كبيرة ديال الربيع، قزبر ومكنوس، 3 ديال الفصوص ديال الثومه، 2 معالق كبار ديال زيت العود. نبداو على بركه الله في تحضير الشرموله اللي غيحتاجها الباذنجان ديالي. بعد ما شرملت الدنجال غندخلو الفران على نار متوسطه لمده 20 دقيقه. هذا هو الشكل النهائي ديال الباذنجان في الفران بعد ما خرجته من الفرن. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. اكيد ما غتنساوش لايك الى عجبكم الفيديو. في امان الله مع فيديو جديد ووصفه جديده.